ولمتابعة الموضوع ينضم إلينا من الغوطة الشرقية مراسل حلب اليوم منصور أبو الخير. أهلا بك منصور. بداية، ما هي آخر التطورات الميدانية على جبهتين حي أو على جبهتي حي جوبر وعين ترمان؟ نعم عمار، شهدت المنطقة يوم أمس اشتباكات عنيفة مع قوات النظام محاولة التقدم على هذين المحورين، محور عين ترمة ومحور زملكة فصل حي جوبر عن الغوطة الشرقية، ولكن نتيجة صد محاولة هذه الاقتحام من قبل ثوار فيل الرحمن، لم تستطع القوات المقتحمة إحراز أي تقدم، بل وعادت بخسائر كبيرة، حيث استطاع الثوار تدمير دبابة وعربة فوزديكا وعربتي شيلكا ومدفع 23 ومنصة إطلاق صواريخ أرض أرض، كما عربة بي إم بي، وقتل وجرح قرابة 40 عنصر لقوات النظام. ترافق ذلك مع قصف مكثف تتعرض له كل من عين ترمة وحي جوبر الدمشقي بصواريخ الأرض أرض والغارات الجوية. حتى اللحظة استهدفت قوات النظام أكثر من 25 صاروخ أرض أرض وثمانية غارات جوية بصواريخ موجهة، كل غارة بأربع صواريخ دفعة واحدة. الأمس لوحدها استهدفت عين ترمة بأكثر من 124 صاروخ أرض أرض و18 غارة جوية و35 قذيفة مدفعية. شهدت المنطقة يوم أمس حالة نزوح للمدنيين بحسب ما أعلن الدفاع المدني عن إجلائه للمدنيين من منطقة عين ترمة إلى مناطق أكثر أمانا في الغوطة الشرقية. طيب منصور، ماذا تقول الفصائل حول الأسباب التي تدفع النظام إلى القصف ومحاولات التقدم في ظل اتفاق تخفيف التصعيد؟ طبعا كما اعلن المتحدث الرسمي لفيلق الرحمن في بدايه اعلان اتفاق تخفيف التصعيد ان النظام لا يلتزم باي اتفاق، طبعا النظام في اتفاق خلال الفترات الماضيه لم يلتزم باتفاقيات لوقف اطلاق النار او غيرها، رغم ان الاتفاقيات الماضيه كانت واضحه كغير هذا الاتفاق الذي اتسم بالغموض منذ بدايته. طيب ولم يصرح عنه من قبل المعارضه الا من تيار الغد، ولم نستطع اخذ التفاصيل الكافيه حول هذا طيب منصور، الاتفاق ولم تنفذ بنوده ولم التي تنفذ وعدت. بنوده ايضا، ولم يلتزم النظام حتى سابقا لم يلتزم الان. طيب تشير المعلومات منصور الى ان النظام يستهدف المناطق التي يتواجد فيها فصيلا فيلق الرحمن وهيئة تحرير الشام، الغير مشمولين بالاتفاق على كل الاحوال بحسب بعض الجهات. ما مدى صحة هذه المعلومات؟ طبعا عمار، كما ذكرت الاتفاق اتسم بالغموض، ولكن بحسب مصادر في جيش الإسلام أكدت أن الهدنة تشمل كامل الغوطة الشرقية، ولم تصرح عن بقية تفاصيل الاتفاق ولا فصل في مناطق عن أخرى. الاتفاق كان يشمل الغوطة الشرقية، رغم ذلك النظام قصف مناطق عين ترمة وحي جوبر بحجة أنها مناطق فيلق الرحمن وهيئة تحرير الشام، بالإضافة أيضا أنه قوات النظام قامت بقصف مناطق لا تواجد فيها لا لهيئة تحرير الشام ولا فيلق الرحمن، كمناطق المرج وحرستا ودوما، قصفت بعد إعلان الاتفاق بقذائف المدفعية وصواريخ الأرض أرض والغارات الجوية. فهذا ما يدل على أن كل هذه الأخبار التي تتوارد هي حجج من النظام لقصف مثل عين ترمة وإكمال الحملة التي بدأ بها منذ 16 الشهر الماضي. من الغوطة الشرقية لدمشق مراسل حلب اليوم منصور أبو الخير، شكرا جزيلا لك.